السلام عليكم، معكم محمود من قناة رواء لايف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم أما بعد، في هتاف عندنا في مصر كده بيتقال في ظروف معينة، اللي هو بيقول لك عايزين دم، عايزين الناس تتلم. فطبعا هتاف فاشي عنصري زي ده بيتقال في ظروف خاصة عندنا في الدول العربية، لكن في ظروف تانية لدول تانية في شعب تاني زي اللي احنا وصلته دلوقتي، الهتاف قدامنا هو جملة واحدة من كلمتين: نيت باي ما، مش عايزين حرب، لا للحرب. الناس وراي هناك يعني في الحتة اللي انا اعبر فيها دلوقتي، الشرطة موجودة حواليهم، الناس بتهتف وناس زي بتتفرج، في ناس تانية وكالات انباء بتصور، هتشوف الامن واقف هناك. بس عايز اقرب الصورة يمكن يبان لكم المنظر. مش هيبان كده، خلينا نروح لهم احسن. نروح لهم محطة المترو دي قدامنا. نيت باي نيت باي نيت وصل نيت باي نيت. الوقفة موجودة، المظاهرات موجودة، ولكن مش هرزمة شوية، لكن الهتاف هو بقول لك زي ما انت سمعت كده ايها المشاهد، نيت باي ما، مش عايزين حرب، لا للحرب فيها حاجة دي. فمن شوية جت الشرطة بميكروفون وقالت لهم يا جماعة احنا محترمينكم كل حاجة، ولكن ده ضد القانون، لازم تدونا ويضامنينيا او اختار قبلها ويبقى للقانون رقم 45 او 54 على ما اتذكر. يعني ده طبعا الشرطة برضو ايه بالكاميرات الخاصة بتاعتهم بتصور اللي واقفين، علشان برضو لو في حد معين عليه علامات مثلا استفهام معينة بياخدوه من وسط اللي واقفين، يعني بياخدوش مش بيلموا اللي واقفين كده كلهم مثلا او يقبضوا عليهم عشوائي، لا في حد معين كده بيخش كده مجموعه اربعه يشيلوه من جوه، ساعات تبقى واحده ست يعني ما تفرقش. هنا المساواه ما بين الراجل والست على اشدها. فانا بس كنت بقارن لك ايها المشاهد ما بين يعني المظاهرات، الناس برضو ايه ما بتبقاش شايفه الصوره قوي، مظاهرات في روسيا احنا في مدينه بيتر، ادي المظاهرات شايفين في ضرب في خناق في ما فيش حاجه، الدنيا بيقولوا رايهم بادب، الشرطة بتكلمهم بأدب، بينما في ناس ثانية عايزين دم، عايزين الناس تتلم، يفرحوا قوي ويهيصوا في أي حاجة. فده كان مثال ومقارنة بسيطة سريعة جدا، ما حبيتش إن أنا أقول أي حاجة تانية غير اللي حضرتك فهمته دلوقتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير في حفظ الله، السلام عليكم، ربنا يحفظ الجميع.